تداعيات البخورة والغمر تتواصل. الحكومة تشرع في العمل القانوني وإسرائيل تطلب التفاوض حول مستقبل القضية. مفوض حسن الجوار الأوروبي في الأردن تأكيد على التعاون بين الطرفين واستمرار الدعم الأوروبي سياسيا واقتصاديا. أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. إذن لا تزال تداعيات القرار الملكي بإنهاء الملحقين الخاصين بأراضي البقورة والغمر من اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية تتواصل. الحكومة تشرع بالإجراءات القانونية التي نصت عليها المعاهدة، أولها إبلاغ الطرف الإسرائيلي فضلا عن تحضير المرافعات القانونية في هذا الملف. في المقابل يبدو وبحسب العديد من المراقبين أن المشوار لن يكون سهلا ميسرا بالنظر إلى تعقيدات القضية القانونية والسياسية، خاصة أن القرار شكل مفاجأة لإسرائيل كما تقول وسائل الإعلام العبرية، على الأقل في مقال وزير الزراعة الإسرائيلي إن على حكومته البدء بالتحضيرات اللازمة لعودة هذه الأراضي إلى الأردن. قرار جلالة الملك أربك المستوى السياسي في إسرائيل، ما جاء واضحا في ردة الفعل المقتضبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الخبر استحوذ على صفحات الصحف الإسرائيلية الأولى كما نشرات الأخبار، قائلا إن إسرائيل تفاجأت وأن نتنياهو خذل الأردن بسياساته في عملية السلام. هذا شيء مؤشر خطير على فشل سياسة نتنياهو الخارجية، وأعتقد بأن الإعلام الإسرائيلي أشار بشكل واضح أن الفشل لسياسة نتنياهو الخارجية هو الذي يتحمل المسؤولية في هذا الاتجاه، وخصوصا أنه كان يمارس الأكاذيب والألاعيب اتجاه المملكة الأردنية فيما يتعلق بسيادة الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبالذات المسجد الأقصى. الإعلام الإسرائيلي تحدث عن خسائر اقتصادية فادحة ستتعرض لها إسرائيل بسبب خسارة آلاف الدنمات الزراعية، كما أظهر الإعلام أن إسرائيل تفاجأت من القرار واعتبرت هذا أيضا فشلا لسياساتها الخارجية. أعتقد أن هذه الردود ستؤثر على مستقبل نتنياهو الانتخابي، خصوصا أن الانتخابات الإسرائيلية تقترب حاليا، وأعتقد أن هناك سيكون تراجع لحزب نتنياهو ولنتنياهو شخصيا. ردود فعل إسرائيلية عبرت عن صدمة من القرار الأردني، معتبرة إياه إحراجا لنتنياهو ونتاجا لدبلوماسية لم تنجح بتجديد ملحقي الغمر والباقورة. ريما مصطفى، المملكة، القدس. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا بالاستوديو الدكتور منذر حدادين وزير المياه والري الأسبق، كذلك أرحب بضيفي أيضا بالاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور منذر حوارات. أهلا بكما معالي منذر حدادين. نتوقع معركة سياسية وقانونية مع الجانب الإسرائيلي، البقورة تحديدا حيث الادعاءات الملكية الخاصة، وعندما نسأل عن الجواشين عن أسانيد الملكية لا أحد يقول أنه رآها. شوف، مش بس هذه المنطقة، ومنطقة واسعة إلى الغرب من الشون الشمالية، شورة مشوح أبو اللبن الشمال، بين الشون تقريبا غربها بحوالي نص كيلو إلى نهر الأردن، ومن طريق جسر المجامع إلى نهر اليرموك حوالي 6000 دلم. هذا كان مستولى عليها لصالح شركة كهرباء فلسطين بقرار من مجلس النظار الأردني. بتقول ما حدا شاف؟ لا، أنا شفت. شفت؟ أنت ما أنا تؤكد. شفت شركة كهرباء فلسطين لما نفذنا مشروع ري في الشمال ولأغراض إعادة توزيع الأراضي المروية الجديدة، يجب أن نعرف مين الملاك، لأنه صاحب الملك هو صاحب الأولوية الأولى في التخصيص، فكان لابد من معرفة الملاك. فاجأنا أنه جزء من المشروع، الجزء الغربي منه، كان شركة كهرباء فلسطين السجل،
تحت رقابة حارس أملاك العدو، وحارس أملاك العدو في تنظيماتنا الإدارية هو وكيل وزارة الداخلية، كان اسمه وكيل هلا أمين عام وزير وزارة الداخلية. فرحت عند أمين عام وزارة الداخلية كي نتفق على كيفية استغلال هذه الأرض العائدة ملكيتها للعدو. هذا الجزء البسيط أنا إجاني شخصين لما كنا نفاوض في بيت جبرائيل على شاطئ طبرية، إجا البوليس الإسرائيلي قال لي في اثنين حابين يشوفوك إذا بتوافق بالناديهم. قلت له أهلا وسهلا. إجوا عفواك، فقالوا لي مين أنت اللي جاي تاخذ ملك اشتراه جدنا؟ ما سألت أنا قوشان معك ما معك قوشان، لسبب بسيط أنه ما كان اختصاصي التفاوض على الأراضي والحدود، كان اختصاصي التفاوض على المياه والبيئة والطاقة. فقلت له أنا مش جاي أخذ ملكك، أنا جاي أفرض السيادة الأردنية على تلك المنطقة، وراح تفرض السيادة الأردنية شئت أم أبيت. هذا هو القصة معهم. فما بيجي واحد حتى لو ما كان مشتري هاي الأرض باسم العدو، شركة كهرباء فلسطين الآن ما عاد عدو بس لسه ترتيباتها ملكهم عندنا وملكنا عندهم لسه ما صار عليه تسوية بانتظار تسوية قضية اللاجئين. فالقائل إنه ما في قوشان الشر هذا اللي حكوا لي إياه سنة 23، طب الأمارة صار لها سنتين، إذا في قواشين فهي قواشين عثمانية، تلاها في نظامنا إحنا إعلان التسوية واتخاذ شبكة فلسطين مرجعية في المساحة غير عن المرجعيات العثمانية، وبدأت التسوية في هذيك المناطق الأربعينات بأواخر الأربعينات، بأواخر الأربعينات ودخلت بالخمسينات. ما بيقدر صاحب الملك إذا كان في صاحب ملك يجي ويقول لك هاي الأرض إلي يحضر عملية التسوية لأنه عدو ما قدر يفوت. هذا هو وضعها. وبعدين كلهم على بعضهم 400 دنم المفتلح في أراضي جنبها يعني قهبة. وشو اللي صار؟ هاي الأرض تم احتلال 830 دنم منها عام 50 بعد حرب 48 احتلوها، وإجوا هذول المزارعين يزرعوا في الأرض. المنطقة المحتلة 830 دنم، وفي جزء منها في بركة روتنبرغ. أنا بوصف لك لأنه يا ما زرتها يا ما وقفت عليها من الجانب الأردني بمرافقة الجيش، فعارفينها بالتفصيل شو وضعها ووين هم ومساحتها. يم وقفت على 400 دنم، بتوقف على دنم لما الواحد بده يداقر ما وقف على دنم، لكن على شبر أرض يعني. بس إنها باسم شركة كهرباء فلسطين لاحقا بالاستيلاء صحيح، وبنى شركة كهرباء فلسطين بنت مشروع توليد الطاقة الكهربائية من نهر اليرموك، ولما يخف تصريفه في أشهر الصيف يجيبوا بقناة من طبرية على هاي بركة بسموها بركة روتنبرغ مشان يزيدوا تصريف نهر اليرموك ويشغل كل المولدات اللي كانت موجودة. والمولدات أنا شايف الفراغ اللي تاركيته يعني منهوب. المشروع انتهى بسنة 48، ولما اجينا احنا على تطوير وادي الأردن وصلت لهناك أكثر من مرة أكثر من مرة، وكان مغامرة أني أفوت من أول المبنى وأطلع من آخره مشان أشوف هاي الأرض اللي استعدناها. لازم أمشي داخل مبنى التوربينات. ليش مخاطرة؟ لأنه قطر التوربين كان على قد الغرفة تقريبا، فبدك تقطع بدك تمشي الحيط الحيط ويلا يلا في محل لقدمك من الدائري. هذا هو دائرية اللي هي كانت تأخذ التوربين وتصب فيها الماء يلف التوربين
ويعمل كهرباء ويودوا لفلسطين الكهرباء. إذن الملكية مثبتة؟ أنا ما عندي شك في هذا الإطار، ما عندي شك أنه مش إلهم، لا إلهم. طيب دكتور، منذ الحوارات يعني القضية الأكبر دائما في البقورة فيما يخص الملكية والتوقعات بأن تكون هناك إجراءات مضادة إسرائيلية على جبهات مختلفة، برأيك ستذهب إسرائيل في هذا التوجه وهي تعي وتدرك أهمية السلام مع الأردن؟ نعم، أولا مساء الخير، وأتشرف بأن أكون مع الأستاذ الكبير معالي الدكتور منذر ومعك، وأمسي على الأخوة المشاهدين الكرام. بدون شك للقرار الذي اتخذ مؤخرا أردنيا مقدمات، وله حدثه وله فيما بعده. المقدمات هي بداية حراك شعبي أردني حقيقي بالوعي بأهمية أن تكون الدولة الأردنية باسطة نفوذها على أغلب الأرض الأردنية. ولاحظت خلال الفترة الماضية أن الشارع كان يتحرك بشكل منظم، يضغط على الحكومة، تلا ذلك وثيقة نيابية تطلب من الحكومة أن توصل للكيان الإسرائيلي أنها لن تمدد العهد أو الملحق الاتفاقية A على B 1 على G 1 على G. وبالتالي الملك حينما قرر ذلك قرره بناء على رغبة شعبية تريد أن توقف هذا التواجد الإسرائيلي في الأرض الأردنية، وصدر القرار. الآن صدور هذا القرار سوف يكون له تداعيات، هذه التداعيات على الطرف الآخر ولدينا. ماذا سوف تفعل الحكومة الإسرائيلية؟ ماذا سوف يفعل الأردن؟ وماذا يطلب منه أن يفعل؟ وماذا يطلب عربيا أن يقوم العرب بإجرائه؟ إسرائيل الآن اليوم نتنياهو في تأبين أو في ذكرى رابين تحدث أن معاهدة السلام مع الأردن هي معاهدة مهمة وأنها حققت الكثير وأنه يسعى إلى الاستمرار فيها. ولكن عليك أن تتذكر أن المجتمع الإسرائيلي، المجتمع المدني فيه متطور وواعي، واليمين الإسرائيلي يمتلك الأدوات القوية للضغط على الحكومة، ونحن مقبلين على فترة انتخابات إسرائيلية، وعناصر الضغط في هذه الانتخابات قوية من جهة التعصب الديني والتعصب الأيديولوجي، وبالتالي سوف يذهب المستوطنين إلى الضغط بهذا الاتجاه على نتنياهو. ولكن ماذا بيد نتنياهو أن يفعل؟ كيف يمكن أن يترجم هذا الضغط على الأردن في رأيك؟ نتنياهو يريد الآن أن يمسك الورقتين، ورقة المستوطنين أنني أتبنى بالنهاية من هو موجود في الغمر ومن هو موجود في الباقورة هم مستوطنين، هي أملاك الآن تستفيد منها مستوطنتين إسرائيليتين، وبمعنى اليمين الإسرائيلي المتشدد سوف يسعى لإرضائه. ولكن كيف؟ هذا هو السؤال. إما أن يسعى لإرضائه بتعويضه بشكل كبير، وتكلف عملية الإرضاء حوالي 35 مليون دولار كما قيل اليوم في إسرائيل هيوم التي نشرت تقريرا عن كيفية تعويض هؤلاء المزارعين فيما لو قررت ذلك إسرائيل، أو أن يتجه باتجاه الأردن. كيف سوف يضغط على الأردن؟ ما هي الأدوات؟ الأدوات التي يضغط فيها على الأردن استنفذها سلفا. لنفترض أنه بده يهدد الولاية الهاشمية على الأقصى، على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس. قد فعلها سلفا وضايق المصلين وهدد تلك الولاية واعتبرها غير موجودة لأكثر من مرة، ووصلت الأمور إلى حدود كبيرة بين الطرف الأردني والطرف الإسرائيلي. لنفترض أنه يريد أن يضغط باتجاه اللاجئين الفلسطينيين، ها هو يقنع الولايات المتحدة وجاريد كوشنير ودونالد ترامب على أن يسحب الدعم للأونروا، وبالتالي يقول أن رمزية هذه المنظمة لم تعد هي احتواء اللاجئين الفلسطينيين، عليهم يذهبوا كبقية اللاجئين، وهذا نص مهم يريد أن يلغيه وهو حق لعودة اللاجئين الفلسطينيين. لنقل أنه يريد أن يعبث بموضوع الطاقة مع الأردن واتفاقية الغاز. إسرائيل هي المستفيدة من اتفاقية الغاز لأن الأردن سيشتري، وحينما تقطع إسرائيل وتمنع ربما تفيد الأردن لأنه سوف يذهب إلى سوق الغاز العالمي، ربما هو الزبون الوحيد. لنقل قناة البحرين. طيب. سآتي لأن هذا الاختصاص عند الدكتور، سآتي إلى هذا الموضوع لأنه، ولكن لدينا أوراقنا. سآتي إلى الموضوع الأوراق التي يملكها الأردن في احتمال أي توجه. ما هو أنا وياك مستمتعين بحديث الدكتور. بلا شك، ونستمتع بالحديث إليك أيضا والاستماع. معالي الوزير، اليوم أنت كنت في المياه، أنت كنت في الطاقة، أنت في البيئة أيضا، يخشى ربما الآن في أن تتمسك إسرائيل في موضوع البقورة والغمر وأن تبدأ في محاولة التسويف والمباطلة والضغط على الأردن
المياه تعتقد أنه سلاح بيدها في مواجهة القرار الملكي؟ أنا حاب أحكي كلمتين ورزقي على الله. تفضل. إسرائيل من سنة 94 من تاريخ المعاهدة لليوم وأيام جاية لا تنازعنا على السيادة على تلك الأرض أو غيرها من الأراضي الأردنية. السيادة مكتملة للمملكة الأردنية الهاشمية. اثنين، سوء الفهم عند كثير من الناس اللي مش مطلعين الاطلاع الكافي، بيقول لك هاي أراضي مأجرة. ما فيش إيجار، الأراضي غير مؤجرة، وكل اللي كل اللي أعطي للإسرائيليين، ولا أقول لدولة إسرائيل، لأفراد إسرائيليين، هو حق الانتفاع لفترة وجيزة، وأنا واقف عليها. لكن هل كنا مضطرين أن نعطي هؤلاء حق الانتفاع؟ شبه بعقد التأجير مع الوزير دكتور منذر. يعني اسمع لي حتى في هذه النقطة، لأنه أعطى الطرف الآخر التمديد وضمن نصوص منعتنا من التدخل باستثناء وجود العلم، أما القانون الإسرائيلي والقضاء هو من يتدخل وسمح له بالدخول بالحد الأدنى من الشكليات. مو صحيح. هذا هو منصوص في الملحق. تراهن؟ هذا هو موجود في الملحق. تراهن؟ أنا لم أتي به طبعاً. أنا لم أتي به دكتور. أعطيك مثل. تفضل. حتى في الباقورة هاي المملوكة للعدو كانت، لما صار فيها جريمة قتل وين صارت المحاكمة؟ وين؟ الطرف أردني في هذا الإطار. وين؟ الطرف أردني. الطرف أردني والقتيل. ومن يحل النزاعات بين المستوطنين دكتور منذر؟ اترك المستوطنين يهود ببعض، بطيخ يكسر بعضه. السيادة لنا. السيادة. بقول للشرطة تبعه تعال فوت، أنت معك سلاح شرطة مسدس وخذ هدول وبلش فيهم في محاكم. إذا القانون الإسرائيلي؟ لا، مش بأرضي. مش بأرضي. ما هي السيادة لي، أنت تقول السيادة لنا في هذا الأرض. أنت بدك تبلش بين يهود ببعض؟ إذا كان أنت قادر تبلش، هذا قانون يطبق على الجميع. هذا مش في عندنا قانون؟ نعم. قادر تبلش بين حجايا ببعض؟ لا تقلي. أتذهب بعيد دكتور منذر. نحن العدو واضح بالنسبة لنا. أنت كمان عم بتفكر، وأخي منذر عم بفكر ببيئة اليوم. أنا بدي أنقلك للبيئة التي كتب فيها هذا الملحق. بيئة كانت العراق مكسورة الظهر، كانت السيطرة للتحالف اللي شكلته أمريكا لإخراج العراق من الكويت، كان وزير خارجية أمريكا يعمل كل أسبوعين جولة قد ما هو مهتمين بالسلام، وكان الاتحاد السوفيتي قائم، وبين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مشتركين رعاية لمؤتمر السلام. كانت كل الدوافع تشير أنه السلام قادم. أنت عم تحكي لي اليوم، والدكتور والأخي منذر عم بحكي على بيئة بعد 25 سنة اختلفت كليا، وقلبت إسرائيل كليا، والراعي اللي كان راعي نزيه محايد أصبح إسرائيليا. شو عم تحكي لي؟ شو عم تحكي؟ بلاش انا نرفز بعد شو. لا بديش نرفز. لا طيب، لتهدئتك سنذهب الى فاصل قصير اذا. نعم، اذا سنذهب الى فاصل قصير ثم نعود الى مواصلة النقاش. إذن أهلا بكم بالجديد، وأعود برحب بضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور منذر حدادين وزير المياه والري الأسبق، وكذلك الدكتور الكاتب والباحث السياسي الدكتور منذر حورات. أهلا بكم دكتور منذر. ربما لديك تعليق على ما ذكره دكتور منذر حدادين، البيئة في ذلك الوقت ربما كانت ضاغطة، والأردن معني بالسلام بعد 24 عاما، البيئة تختلف، مما يجعل أن الأردن بمأمن وبعيد عن شعور مختلف. نعم، عن أي ضغط في إسرائيل كان هنالك
قائد إسرائيلي رابين طبعا كان يدرك أهمية أن لا تبقى إسرائيل محاصرة بالأعداء، وكان يريد أن يستثمر الظرف التاريخي في ذلك الوقت، فخاض عملية سلام لها مكاسبها الكبيرة بأن جعلت المنطقة تعترف بإسرائيل، وجعلت العرب يذهبون إلى مؤتمر مدريد، وأدت إلى بالنهاية إلى اتفاقيات متفرعة مع الأطراف، وهو الذي كانت تريده إسرائيل. إسرائيل كانت دوما ترفض مؤتمر دولي موسع للسلام التي تكون فيه جميع الأطراف أن تناقش الصراع ككل متكامل. في مدريد تشعبت الأطراف، كل طرف ذهب إلى طريقه. إسرائيل تريد هكذا سيناريو ونجحت فيه، والأطراف تحصلت على أجزاء مما تريده، ولكن بدون شك كان المطلب الإسرائيلي. إسرائيل تحصلت على أكثر بكثير مما تحصل غيرها، لأن إسرائيل كانت مطرودة من المنطقة، طارئة، غير معترف فيها، عدو للجميع. حينما تحولت إلى صديق لبعض هذه أجزاء هذه المنطقة، كانت تلك استفادة كبيرة، وكان ذلك بموازاة خروج دولة كبيرة من حلبة الصراع وهي العراق، حينما تم الغزو في ذلك الوقت ودمرت العراق، كان ذلك مكسبا استراتيجيا. تحصلت إسرائيل على مكسبين استراتيجيين في ذلك الوقت، هو الاعتراف العربي بكونها دولة كانت طارئة ومطرودة وغير مقبولة وغير معترف فيها، وثانيا أن واحدة من الدول العربية، ربما لا أدري إذا كانت ثمنا لذلك أم لا، ولكن كانت خرجت من حلبة القوة في المنطقة وتصبح ضعيفة رويدا رويدا. إذن إسرائيل كان يمكن في تلك اللحظة ممارسة ضغط الاعتراف للتحصل على مكاسب استراتيجية أكثر. طبعا السيادة، أنا طبعا دكتور منذر رجل وطن يحترمه الجميع ويقدره، وأنا بالنسبة للأردنيين له مكانته المميزة، ولكن مفهوم السيادة كان فيه هلامية داخل الأراضي الأردنية لم تكن معترفا فيها 100%، بدرجة أنه الشرط اليهودي كان يمكن أن يدخل، يعني مفهوم السيادة كان مختلف عليه. ولكن في النهاية تخلصنا في هذه البقعة من الأرض الصغيرة ولكن بمعنوية كبيرة، وتحصل عليه الأردن. الآن يجب أن يدير الأردن عملية نقاش استراتيجية كي لا يدخل في مطب يعرفه الدكتور منذر، أن اليهود يجيدون فن التفاصيل، وهم يجيدون اختلاق الذرائع، ويجيدون استخدام المحاكم، وسوف يستخدموا كل الوسائل لأجل، إذا أرادوا طبعا، إذا أراد نتنياهو غدا يقبل بما فعلت قامت به الأردن ويقول هاكم، إذا أردتم ألا تستمروا في المعاهدة، هذه الأراضي خذوها، ويعوض المستوطنين، وربما يفاوض الأردن على بعض التعويضات، لا أدري إذا كان سيفعل ذلك أم لا. دكتور منذر أدرى منا بهذا الأمر. أريد أن أستمع دكتور منذر في حول هذا الموضوع، نتوقع مفاوضات طويلة أم أن عودة يسيرة؟ يعني في تحليل مش عايش الفترة اللي صار فيها المناقشات لبدء عملية السلام، وأنا ذكرت أنه وزير الخارجية الأمريكي اثنين وراء بعض أو ثلاثة كانوا دائمين الزيارة والجولات حتى يعقد هذا المؤتمر. مثل ما تفضل أخي منذر، كانت إسرائيل تصر على أنه المؤتمر ثنائي بين المتنازعين، يعني إسرائيل أردن، إسرائيل سوريا، إسرائيل لبنان. بعدين بطلوع الروح بجهود الوسطاء هذول الأمريكان، بطلوع الروح وافقوا على إشراك الفلسطينيين، إشراك الفلسطينيين كانوا في وفد أردن، وبدأ الاتصال الأمريكي الفلسطيني بتونس. واشترطت إسرائيل أنه ولا واحد من المنظمة ولا واحد من القدس. قام عالجها جلالة الملك الله يرحمه، قام حط بالوفد الأردني اثنين من القدس، اثنين أردنيين من القدس، الله يرحم محافظ القدس، لا 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 محافظ القدس توفى الله يرحمه، و ابن أحمد سامح الخالدي، وليد ابن أحمد سامح الخالدي، والثاني كان محافظ القدس المعين أردنيا قبل الاحتلال. ليس العرب أصروا مثل ما قال منذر على مؤتمر متحد واحد، هذولاك أصروا على ثنائي. إجا الأمريكاني وطبعا يأخذ موافقة الروس السوفيت، قال بنسوي المؤتمر فرعين،
فرع ثنائي يرضي فيه إسرائيل وفرع متعدد الأطراف يرضي فيه العرب، ورضيوا العرب ودخلوا بهيك فورميلا، وآخر واحد دخل قبل ودخل الأردن. طيب دكتور، الآن نتحدث عن تلك الحقبة وما رافقها أيضا من تطورات وتعقيدات أفضت في نهاية المطاف إلى المعاهدة البقورة، تعاد اليوم الغمر بقرار الملكي كان بالأمس. من أول مستعادة يا رجل، التعقيدات، أنا أريد أن أتحدث من عن أول نتوقع من الجانب الإسرائيلي. من عام 94 وهي معانا، سأمضي معك في ذلك، ماذا نتوقع من إسرائيل؟ تسليم سهل بدون أي تعقيدات؟ يطلبون ربما يطلبون المشاورات تعقيدات، ولا أنا جاي بمفاجأة، هذا نص موجود في المعاهدة، موجود في الملحق، النص أنه هذه لخمسة وعشرين سنة. ليش 25 سنة؟ أنا واقف لأنه عمر مشروع الري الجديد الافتراضي هو 25 سنة، بيسترد المستثمر فيها الأكلاف رأس المال وربحه، هذا عمر مشروع أي مشروع ري، عشان هيك كانت 25 سنة. وكان الشرط مش مكتوب هو، بس أنا اللي قايل الشرط ورابين وافق عليه قدام الملك وقدام وفدنا، إنه ما يناموا فيها، ما يبنوا مستوطنة فيها. اثنين، هذول ما بتسميهم مستوطنين، اللي بيستعملوا، بدك تميز ما بين المستوطن في الأراضي المحتلة من الضفة الغربية وغزة، هذول المستوطنات، وبين اللي كانوا يعمروا داخل إسرائيل، هذه سميها مستوطنة سميها، بس هذولا إسرائيليين على أرض فلسطين الانتدابية اللي صارت إسرائيل. اسم المستوطنة شمير لا 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 زوفر. نعم زوفر، وأنا واصلها، يعني مش تقول سامع فيها سمع، واصلها وواصل الأرض اللي بزرعوها. زوفر عبارة عن قرية لتجمع زراعي إسرائيل، التجمعات الزراعية اسمها الموشاف، دول سكان الموشاف شغلتهم زراعة بس. نعم. وكأفراد على شكل جمعية. أنت مطمئن دكتور مدير لأن الوقت بدأ يداهمنا؟ سأعطي كلمة أخيرة دكتور مدير حوارات، وأني معي 20 ثانية صدقا. 20 ثانية. أنا أعتذر. طيب هات 20 ثانية. 20 ثانية. أتوقع الآن. وما فيش عودة؟ سنذهب إلى موضوع آخر. راحنا 20 ثانية. لا فيها تعقيد. أنت مطمئن دكتور منذر؟ طيب ردا على ذلك. لن يرضى المستوطنون، يعني بالنهاية سوف يخوضوا معركتهم. نعم. وموقف الأردن يصبح قويا إذا ما وجد دعما عربيا ودوليا على الولايات المتحدة، والتي هي الراعي الأساسي لعملية السلام، أن تتدخل الآن لتنصف الأردن فيما لو قررت إسرائيل أن تواجه الأردن في المحاكم. نعم. وكما قال معالي، هو حق أردني، الأردن طبقت المعاهدة. طيب. فقط. أنا أشكرك. ولا بتروع المحاكم. نعم، الكاتب والباحث السياسي الدكتور منذر حوارات، وأشكر أيضا دكتور منذر حددين وزير المياه والري الأسبق، شكرا جزيلا لكما. شكرا فيك. أهلا وسهلا. الأردن وسياسة حسن الجوار الأوروبي، هذا الملف بعد فاصل قصير. علاقات أردنية أوروبية متينة ومساعدات سياسية واقتصادية مستمرة، هذا ما أكده المفوض الأوروبي لحسن الجوار خلال زيارته اليوم للأردن. ملفات الدعم الأوروبي للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين والهجرة، فضلا عن دعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة، هي أبرز ما تناولته اللقاءات اليوم مع المسؤول الأوروبي عمر المجالي. يطلعنا على المزيد حول سياسة حسن الجوار الأوروبي، سياسة وآليات معتمدة وبرامج أوروبية تقدم للدول العدة، منها الأردن. المفوض الأوروبي كان اليوم في زيارة الأردن، وكذلك التقى بجلالة الملك عبد الله الثاني وبحث آفاق والمساعدات المقدمة، وكان هناك اتفاقية وقعت بقيمة 50 مليون يورو ضمن برنامج تعزيز سيادة القانون في الأردن. نعم طارق، هذه هي سياسة حسن الجوار التي أدمتها الاتحاد الأوروبي، لها مسارها ويهدف إلى مصالح سياسية واقتصادية وأمنية. نستعرض هذا المسار لهذه السياسة. يمثل توسيع الاتحاد الأوروبي والرغبة في دفع مسارات الإصلاح في دول الجوار حافزا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ تأتي المقترحات التي قدمتها المفوضية تحت عنوان سياسة الجوار الأوروبي بمثابة المساهمة الأوروبية لتشجيع عمليات الإصلاح في البلدان المعنية. سياسة حسن الجوار الأوروبية تم إطلاقها سنة 2004 بهدف تقريب الاتحاد الأوروبي من جيرانه لفائدة الجانبين مع الحفاظ على مصالحهما.
تهدف هذه السياسة لدعم الاستقرار والأمن والرفاه في جواره القريب. وأطلق الاتحاد الأوروبي سنة 2015 استشارة عامة لمراجعة سياسته، واعتمد على إثرها بيانا مشتركا يلائم سياسة الجوار مع التحديات والأزمات التي تواجهها منطقة الجوار. تنظم السياسة الأوروبية للجوار علاقات الاتحاد الأوروبي مع 16 بلدا في المنطقتين الجنوبية والشرقية المحاذيتين له، وهي جنوبا كالأردن والجزائر ومصر ولبنان وليبيا وفلسطين، أما شرقا شرق أوروبا أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وغيرها من الدول. وتتميز السياسة الأوروبية للجوار بسمتين أساسيتين هما الخصوصية والشعور بالتبني، وتعترف هذه المقاربة بمختلف تطلعات الدول في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. يوجد استقرار المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني في قلب عملية مراجعة السياسة الأوروبية للجوار، فالاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم النمو الاقتصادي في الدول الشريكة وتعزيز تطلعات الشعوب المحلية وآمالها وآفاقها. يعتمد تمويل السياسة الأوروبية للجوار على الآلية الأوروبية للجوار باعتمادات مخصصة تساوي 15 مليار يورو للفترة الممتدة بين 2014 و2020، ويستعمل مجمل التمويل للتعاون الثنائي الذي يبنى حسب حاجيات كل من البلدان الشريكة، ويعتمد على أولويات الشراكة المتفق عليها. للحديث عن هذا الملف ينضم إلينا السيد يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع. السيد هان، أهلا بك ضيف العاشرة على قناة المملكة. اسمح لي بسؤالي الأول، أهداف الزيارة إلى الأردن، واليوم التقيتم جلالة الملك. أنا أحاول أن أتواجد في الأردن على الأقل مرة أو مرتين في اليوم، وذلك لأبقى على اتصال وأن أحظى بفرصة الالتقاء بالعديد من الناس، العديد من الممثلين خلال العام في مكان ما، فيكون لدينا تبادل وحوار حيوي، والهدف ببساطة هو دفع التنمية الاقتصادية، فالأردن أهم حليف بالنسبة لنا في المنطقة، وتعتبره أوروبا على أنه مرساة للاستقرار، وسنفعل كل شيء لكي ندعم الأردن في كل الجهود التي يبذلها وفي التنمية الاقتصادية وأيضا في التعامل مع الأزمة السورية. وهناك مؤتمر آخر العام القادم في بروكسل ومؤتمر اقتصادي في لندن، وزيارتي كانت جزءا من الإعداد لهذه المؤتمرات. ما هي الكيفية التي يدعم بها الاتحاد الأوروبي التنمية الاقتصادية في الأردن وكذلك موضوع الإصلاح؟ لدينا علاقة تعاون طويلة الأجل في الأردن، وقد راجعنا ما نسميه بسياسة الجوار الأوروبي، فلدينا الآن مقاربة مختلفة لكل واحد من واحدة من دول الجوار، بحيث تقرر كل دولة ما هي جوانب التعاون الرئيسية، وقرر الأردن ذلك وبطريقة تفي تماما وبشكل ممتاز مع مصالحنا نحن وما أهدافنا، وأيضا تلك المتعلقة بالأمن والهجرة والتحرك الناس. والمشكلة الأكبر طبعا هي التنمية الاقتصادية، فنحن ندعم بقوة مثلا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي محاولة إيجاد وخلق المزيد من الوظائف، فالأردن لا زالت دولة فيه نسبة كبيرة من الموظفين في الخدمة المدنية، هذا الوضع يجب أن تغير، وأيضا نفهم أنه من مصلحة الحكومة وأن نفعل ذلك، فمن المهم أن نقدم فرصا للقطاع الخاص لإدارة أعماله، وأيضا زيادة فرص وجود تجارة وعلاقات أعمال مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا الأمر يتعلق بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية
وأنا فهمت أن الماء واحد من أهمها، وأيضا الطاقة المتجددة جانب هام، وأوروبا لديها الكثير من الخبرة في حماية أو عفوا في إنتاج الطاقة المتجددة، وهناك مجال يمكن تحسين فيه وهو كفاءة الطاقة، فيمكن توفير كثير من الطاقة واستخدامها في غايات مختلفة متعددة، وهذا على فكرة يخفض فاتورة الطاقة للجميع. طبعا تتحدث عن أفاق وفرص متنوعة لدعم الاقتصاد الأردني في ظل التحديات والمقاربة التي تحدث عنها لكل دولة ومنها الأردن. هناك أيضا قضية أخرى تتعلق أيضا بالتحفيز، مدى المرونة والفهم لمطالب أردنية لتبسيط قواعد المنشأ المنتجات الأردنية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، أين وصلتم في هذا الملف وبالنظر إلى تلك المطالب؟ في الواقع يمكنني القول أننا وصلنا مرحلة المفاوضات النهائية، وقريبا جدا سنصل إلى اتفاق حول قواعد المنشأ، حيث سنخفف الشروط بما يسمح للشركات الأردنية بالتصدير إلى أوروبا وانتهاز الفرص التي تقدمها أوروبا، فهذا سوق كبير جدا في أوروبا، والصادرات الحالية إلى أوروبا قليلة جدا، أعتقد 300 مليون في العام، فهناك إمكانية تحسن كثير في هذا المجال، وتحدثت اليوم أيضا مع رئيس الوزراء حول استكشاف فرصة وجود اتفاقية تجارة حرة عميقة واسعة التي ستؤدي إلى خلق فرصة ضخمة أخرى للشركات الأردنية لكي تدخل السوق الأوروبي واستخدام كل الفرص المتوفرة هناك، فتلك التي تمتثل بالمعايير الأوروبية خاصة في الجوانب التقنية في الواقع هناك إمكانية وصول إلى السوق العالمي، فمعظم المعايير العالمية هي أوروبية في الواقع. هل فمن هذا القول سيد هان سيكون هناك إعادة نظر في القيود من حيث تشغيل العمالة السورية وتوسيع المناطق التي يمكن أن تصدر إلى الاتحاد الأوروبي؟ بالتأكيد هناك تفكير حول مدى فعالية الإجراءات الحالية التي اتفقنا عليها مع بعضنا البعض، مدى فعاليتها وماذا يمكن أن نفعل بشأنها، لأن كلنا نستطيع أن نقدر الجهود التي بذلها الأردن للتعامل مع مسألة اللاجئين السوريين ولتمكينهم من الحصول على مستوى معيشي لائق والمشاركة في سوق العمل. من جانب آخر علينا أن ندعم قطاع الأعمال الأردني ولخلق المزيد من فرص العمل، مما يؤدي إلى زيادة التوظيف وتوظيف اللاجئين السوريين أيضا، فهناك إدراك كامل ونحن نحاول أن نجد حلا، وأنا واثق أن هذا ما سنصل إليه، ولكن هذه فرصة أكبر للمستقبل، حيث أن يكون يمكن الأردن أن يكون الأردن مركزا لعمل الشركات الأوروبية التي تريد أن تعمل في المنطقة، ولأن النظام الأردني هو الأقرب إن شئت للنظام الأوروبي، فبالأمس فقط وقعت اتفاقية عقدها ب 50 مليون يورو مع وزير التنمية تعلق المزيد من تحسين سيادة القانون، وهذا سيؤدي إلى جذب المزيد من الشركات الأجنبية الاستثمارية لأنها تستطيع أن تعتمد على النظام القضائي الأردني، وأعتقد أن الشركات الأوروبية يجب أن تدعى لتستكشف الفرص المتوفرة لبدء أنشطتها في الأردن من الأردن، وبحيث تكون مقرها الرئيسي
الرئيسي هنا في الأردن، وربما أن تكون هناك فروع في دول أخرى في المنطقة، ولكن أعتقد أن هذه فرصة واعدة أكثر. يعني أنت تتحدث سيد عن فرصة واعدة وعن الدعم بقيمة 50 مليون يورو في برنامج سيادة القرور في الأردن والفرص التي ستتاح للشركات الأوروبية، هل أستطيع أن أربط بين هذا ومشاريع إعادة الإعمار المستقبلية في سوريا وكذلك العراق انطلاقا من الأردن البوابة على الدولتين؟ بالتأكيد هذه إحدى الأفكار، حيث نرى أن الوضع أكثر أمنا وأمانا، وربما لأقول مثير للاهتمام للشركات الأوروبية أن يكون هناك مركز يمكن أن يبدأ منه نشاطها إلى دول مثل العراق وسوريا. وبالتالي أعتقد أن التركيز في محاولة جذب الشركات الأوروبية يجب أن يكون بإعطائها فرصة للعمل في ومن الأردن إلى المنطقة، وهذا وكما أعرف من عملي السابقة هذا يمكن أن يولد الكثير من فرص العمل. إذن حتى لو عملت في أجزاء أخرى بهذه المنطقة فإن توليد الفرص العمل هنا في الأردن سيحدث، وبالطبع يمكن أن تعمل أيضا في الأردن، فهناك الكثير من الفرص هنا. وأعتقد أن هذا هام، وأيضا قد ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الوزراء قبيل مؤتمر لندن الذي سنحاول أن نحضر له ونجمع وندعو إليه مستثمرين لأن يأتوا إلى الأردن ويبدأوا في أعمالهم هنا. فمن المهم أن تكون هناك نوع من العلاقة حيث يكون الأردن في السنين القادمة ما هي نواعي الجوانب والمداخلات التي نريد أن نركز عليها، والإجراءات معينة التي يمكن أن أفترض أنها ستكون ربما في البنى التحتية، وهي هامة الاستثمارات فيها، وذلك لتمهيد الطريق أمام الأنشطة الأعمال الأخرى. ولكن وجود بنى تحتية للتكنولوجيا المعلوماتية وغيرها المتوفرة تكون هامة وتؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين، وأعتقد أنه في هذا الجانب من المفيد وجود نوع من المؤشر إلى أين يريد الأردن أن يتوجه في السنتين القادمين. هل هذا التوجه والمؤشر واضح بالنسبة لكم سيد هان أوروبيا أن الأردن لديه طموح ويواجه تحديات أعباء اللجوء داخليا وتحديات الجوار لحين أطفاء الحرائق المشتعلة هنا أو هناك؟ هذه المؤشرات تبدو واضحة، وأهمية الدعم لتعزيز تلك المؤشرات والتطلعات الأردنية. مرة أخرى نحن نعرف جدا التحديات والأعباء التي يتحملها الأردن للتعامل مع التحديات التي نتجت أو نشأت بسبب وجود اللاجئين هنا في الأردن، ويبدو أنه قد لا يتمكنوا من العودة بأمان قريبا جدا. ولكن ما بعد هذا علينا أن ننظر مع بعضنا البعض إلى أين توجد فرص للأردن التي يمكن تحقيق فيها أعمال ناجحة. التقيت بعدد من العاملين في مجال التكنولوجيا المعلوماتية، وقد تفاجأت مفاجأة سارة بشأن كافة الأنشطة والمبادرات والحلول المبتكرة والمقاربات المبتكرة التي موجودة. فهناك أشخاص موهوبون جدا ومثقفون جدا موجودون بالفعل في البلاد، وفهمت أيضا أن العديد منهم انتقلوا إلى دول الخليج نظرا لنجاحهم الكبير. ومن الأفكار يجب أن تكون تحفيز الأردنيين لكي يعودوا لإدارة أعمال هنا في الأردن للمنطقة وعلى المستوى العالمي، فالكثير من الفرص متوفرة وهي ذات أهمية كبيرة للأوروبيين، فبالتأكيد الأردن واحدة من الدول المرشحة لهذا الأمر. بما أنك أشرت إلى
الأعباء والتحديات التي يواجهها الأردن فيما يتعلق باللاجئين السوريين، قد يستغرق الأمر وقتا لحين العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين. البرامج الأوروبية ربما هنا بكيفية مساعدة الأردن في موضوع اللاجئين أوروبيا بالأرقام هنا، كيف تتدخلون لمساعدته ربما عبر برامج أوروبية لإعادة تأهيل اللاجئين السوريين أو من حيث الاستضافة؟ وقد ينظر إلى هذا الجانب بأنه قد يخفف من حمل الأعباء الأردنية. منذ عام 2011 لقد وفرنا 1.2 مليار يورو مباشرة، وذلك لمواجهة التحديات التي فرضها اللجوء السوري. فهناك أغلبية كبيرة من اللاجئين السوريين لا يعيشون في المخيمات، فنحن ندعم البلديات المختلفة للتعامل مع المتطلبات الجديدة التي تواجهها. مثلا بعض البلديات تضاعف عدد سكانها، فهذه ربما يكون هناك ضغط كبير على الخدمات العامة مثل المدارس والرعاية الصحية وأيضا النفايات ومعالجتها. فقد استثمرنا بالفعل في الكثير من البنى التحتية، وذلك لنخفف الأعباء على البلديات. على سبيل المثال، فعلينا أن نوفر الدعم للمدارس وأيضا نوفر فرصا للاجئين لكي يشاركوا في سوق العمل، حيث أن جوانب التي تكون فيها تدخلاتنا ذات أهمية. ولكن أيضا علينا أن نستمر وبشكل خاص لكي نضمن أن الشباب على سبيل المثال يحصلون على التعليم الجيد، فلا يمكننا أن نتحمل كلفة عدم مشاركة أحد في التعليم، أن لا يذهب الطلاب إلى المدارس، لأن غير المتعلمين من الشباب دائما هم عرضة للعناصر الراديكالية. فهذا التعليم هو مدخلات لحياتهم بطولها، فعدم تقديم هذا الدعم في السنوات المبكرة للطلاب هذا أمر حاسم لحياتهم المستقبلية ويؤثر علينا جميعنا. هناك سعي أوروبي منذ سنوات ضمن آلية الجوار إني الأوروبية لتحديث مفهوم سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي خاصة تجاه دول الشرق الأوسط. الأهداف وفي أي اتجاه يمضي الآن؟ انظر، يمكن أن تضع ذلك في جملة واحدة: إما أن نصدر الاستقرار كأوروبيين أو سنستورد اللا استقرار. فهدفنا إذن أن يكون هناك تزايد في الاستقرار في جوارنا، في دول الجوار. ونعتقد أننا لا يمكن أن نحقق هذا سوى بدفع الاقتصاد وبتعزيز الاقتصاد وإعطاء الناس فرصا ووظائف والاستثمار في التعليم، محاولة إيجاد توافق بحيث أن التعليم الأنشطة التعليمية متوافقة مع حاجات قطاع الأعمال. ففي الكثير من الأحيان، وكما فهمت الحال في الأردن، هناك الكثير من خريجين الجامعيين لا يجدون وظائف، فربما يعود هذا جزئيا لأنهم درسوا شيئا غير مطلوب في قطاع الأعمال. ولكن مرة أخرى، أن ندفع في اتجاه التنمية الاقتصادية هو أكثر الأمم إلحاحية من وجهة نظرنا. فإذا نظرنا إلى المستوى التنمية في المستوى في الاتحاد الأوروبي وفي دول الجوار المباشرة نرى فجوة كبيرة، فلا بد أن نسد هذه الفجوة أو على الأقل التغلب عليها لنوجد المزيد زيدنا الاستقرار في دول جوارنا، وهذا في نهاية الأمر من مصلحتي
الدول المتأثرة بذلك العمل. طبعا لست ساذجا وأعرف تماما الأوضاع الصعبة في المنطقة، ولكن لا يجب أن نستسلم لليأس أبدا. هناك دائما حلول وهناك دائما مجال للتحسين، ويجب أن نفهم أننا نحن الأوروبيين قد تعلمنا درسنا ونعرف أن علينا أن نهتم بجوارنا، فلا يمكن أن نتركهم نترك الجوار للآخرين. فلدينا وجهة نظر مختلفة حول الوضع في المنطقة التي قد لا يشاطرنا إياها آخرون على بعد مئات أو آلاف الأميال، فلا بأس بوجود وجهة نظر مختلفة حول وضع معين إن كنت مجاورا جدا له أم لا. فإذا أوروبا تدرك تماما التزاماتها ومسؤولياتها. يعني لديكم نظرة فيما يتعلق باستقرار المنطقة والواجبات الملقاة على الاتحاد الأوروبي، لكن ربما يختلف مع كثر في هذا الإطار سيد هان بأن النظرة والفاعلية الأوروبية فيما يتعلق بالقضية الأساسية في المنطقة، القضية الفلسطينية، تبقى حتى الآن غير مؤثرة وفاعلة. الدولة الأوروبي ينحصر فقط في تقديم الدعم المالي دون أي دور سياسي مؤثر. في بداية تعتبر أوروبا تقريبا للجميع وخاصة أولئك الذين لا يعيشون فيها على أنها قوة ناعمة، ولست أدري أي قوة ناعمة سيئة، ولهذا كثير من الناس يريد أن يأتوا إلى أوروبا وهذا أمر مفهوم جدا. فنحن نضمن حريات الفردية ومن جانب آخر حياة لائقة، حياة كريمة، لكننا بالطبع لسنا قوة عسكرية. مرة أخرى إن تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، نحن ضمننا على سبيل المثال بين آخرين، ولكني أرى أن لعبنا دورا هاما عندما كان هذا الدور، عندما أعلنت أمريكا فجأة أنها قطعت مساعداتها للأونروا، فقمنا بتنظيم مؤتمرات وذلك لجمع المقدار اللازم من الأموال الذي يمكن الأونروا من القيام بعملها، وقد نجحنا في نهاية الأمر. وأيضا علي أن أثني في هذا الجانب على جهود العديد من الدول العربية، ولكن أيضا يجب أن نرى مدى استدامة هذه الجهود في المستقبل بالنسبة للأونروا. بالنسبة لفلسطين أقول أنها أكبر متلقي لكل لفرد من المساعدات. من طبعا يمكن أن نناقش دائما مدى الكفاءة وكفاءة المساعدات، ونحن ندرس هذا الموضوع، ولكن بشكل ما نحن نعتمد مثل الآخرين على التطورات السياسية، نحاول أن نؤثر على التطورات السياسية، ولكن الأمر سيستغرق وقتا لإيجاد حلول. ولكن برأيي لا يوجد بديل لحل الدولتين، وعلينا جميعنا أن نعمل عليه. وفي الواقع أحد مشاريع الكبيرة التي أرى فيها نوعا من التأخير لأقل هو إقامة محطة تحلية لسكان غزة توفر المياه لهم، تحلية المياه، وهذا أمر هام، فيمكننا أن نبدأ بها قريبا جدا والعمل الحقيقي على الأرض، وقد تم جمع الأموال اللازمة والجوانب التقنية الفنية قد اتضحت. فنحاول أن نبذل أقصى ما لدينا وأفضل ما لدينا، لكن بالطبع في هذه الحالة بالتحديد لا يحتاج إلى اثنين للرقص وإنما إلى أكثر. سيد يوهان هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي، أنا أشكرك جزيل الشكر على الحضور إلى العاشرة قناة المملكة. شكرا جزيلا لك. إذن بهذا نأتي إلى نهاية العاشرة، أشكر لكم حسن المتابعة، تحية وإلى اللقاء.